يسعد صباحكم مشاهدينا. 31 كانون الأول 2013، ويا ريت كلنا بصح لنا تركض الساعة أكثر وأكثر لحتى يوصل منتصف الليل ونقول سنة 2013 الله معك، مع كل اللي حملتيه من أشياء بشعة، مع كل اللي حملتيه من موت ودمار، مع كل اللي حملتيه من حزن. إن شاء الله 2013 بتروح إلى غير رجعة، وعلى أمل دايما نقول أنه السنة الجديدة رح تحمل معها أشياء أحلى بكتير. اليوم عالم الصباح إذن رح بيكون معكم لحتى سوا نودع هالسنة على طريقتنا الخاصة بفقرات، وكمان بضيوف رح بيكونوا معنا بالاستوديو لحتى ننتقل من 2013 إلى 2014. بدي أقول أنه اليوم حطيت سؤال عبر الفيسبوك، منه بالحقيقة سؤال، هو معايدة، وحابة أنه كلكم تشاركوني عبر هالمعايدة هاي. آخر نهار بالسنة ينعاد على الجميع بسنة أحلى، بلشت هيك كمان المعايدات توصل، كونوا كتار، حطوا أمنياتكم ومعايداتكم وشاركوا فيها الكل، يمكن تعطوا فرحة زيادة كمان لكل يلي عم بيشاركوا معنا عبر الفيسبوك. يوم شيف فيصل رح بيكون معنا بالاستوديو ويحضر يعني الشيء الخاص بليلة راس السنة يلي الأكثرية صارت موجودة على طاولات هون المون بلان. صحيح، صباح الخير. صباح النور إليك ولجميع المشاهدين، وإن شاء الله بنعاد بالصحة وبالعافية على الجميع، ومثل ما قلت 2013 ان شاء الله روحه بلا رجعه، يا ريت، وال2014 تكون سنه خير وبركه على الجميع اللبنانيه ان شاء الله. اليوم تحضيراتنا مثل ما قلتي التقليد هو الموبلون، بتحضر كل سنه اكيد بيكون عندنا التشستنات كريم، التشستنات بيست، الهول تشستنات، اذا ما لقيناه فينا نسويه نحضره، رح نشرح للمشاهدين كيفيه تحضيره. في عندنا وصفه اللي اسمها دام بلونش، كمان هي جايه من هولندا، كمان بيعملوها تقليد على النيو يير، سو يتابعونا اكيد رح يتابعونا اليوم بهالوقت. رح ننتقل لحتى نشوف شو هن الفقرات يلي رح بيكونوا معنا لغايه الساعه 1. بحلقه اليوم من عالم الصباح منتابع الابراج مع كارمن، الحنين للماضي مع هاديه بعالموضه، كيف منتعامل مع الهانج اوفر بعد ليله راس السنه مع كارلا وخفيف نضيف، كيندا بتتلقى اتصالات المشاهدين بارض ورد، كارمن تستقبل اتصالاتكم وبتجاوب على أسئلتكم بزودياك، أورجرينك وغيرها من الأغراض نتعرف عليها مع دومينيك بتي في شوبينج، مايا بتتابع الدروس مع تلميذتها على صفحات المواقع الاجتماعية بوقت، ورشة ملح مع الشيف فيصل على الموت بلانش. هيدول بشكل سريع اكيد رح تتابعونا كلكم اليوم لحتى نكونوا مع تفاصيل كل هالفقرات. بدي اقول انه عالم الصباح كمان بخلال هالفتره كان موجود للاعياد لحتى يرافق كثير من الاشخاص يلي يمكن بمحل من المحلات كانت ناقصتهم فرحه، بسمه تكون موجوده بقلوبهم وببيوتهم. رح ننتقل هلا الى كوبا لحتى نشوف ونتابع هالريبورتاج الخاص كمان بالاعياد. الله معك، مثل الحال في إلك كادو معنا في التنظيم الأحمر، وتنظيم تشوفيها من المعروف. كيف بتقضي نهارك عادة؟ نعم، من عندي البطار تحت بنزل واحد في يوم. كان عندي بقر وعندي طرش وواحد روح. واحد وعيالي. أنا عندي ضغط، عندي سكري، عندي كوليسترول، عندي دهن بالدم، عندي الغدة. كله. عم تتعالجي؟ وش بدي اياه؟ كل شهر عندي فصول دم بكلفه كم. والأدوية؟ والأدوية بي بي آي شركة أدوية قدمت لك هالأدوية كلهم موجودين، كل اللي بتاخدينهم طبعا موجودين بقلب هالكياس على فترة سنة، مش بحاجة أبدا تشتري أدوية. حبينا كمان من ربيع نقدم لك هالكرتونة اللي فيها شوية معلبات ومونة،
و 500 دولار من بنك ماد. بشكرهم كثير ويخلي لهم اولادهم ويطول عمرهم بجاي هالعيد الفضيل. مين المرجع على تلفزيون المستقبل برنامج عالم الصباح؟ خليك تبرك اني عوالا كل يوم اعمل لهم قديش اكثر ما قصدي. تسلم تسلم. الله يكتر من امثالكم ويعفي عنكم وعن اولادكم. الله يريحكم. عاد يا صلى الله بينعاد عليكم وتكونوا بخير انتوا وعيالكم ويطول عمركم. ولا حتى عالم الصباح قدر انه يقوم بكل هالجولات. بدنا نتشكر بنك ماد، نتشكر جاليري اسعد ضاوي، منتوجات الربيع، وكمان شركه بي بي اي. It's Christmas Eve, girl, and I'm really in to shopping and the kids are out of school. Something special, girl, planned for you and me. Underneath the mistletoe, just you wait and see. You're my Christmas delight. Right by the Christmas tree, we'll make love tonight. You're my Christmas. And I see the sun for me. The kids are sleeping, waiting on Santa Claus. Come on, let's get down, girl. Baby, we'll have a ball. Well, I mean, no baby, sugar baby. نحن عم نعمل حفلة للأولاد، الأولاد اللي مش قادرين يعملوا حفلات بالبيوت عندهم كل يوم، وخاصة هلا على عيد الميلاد. جبنا هالهدايا للأولاد الصغار بين 4 و6 سنين تينبسطوا فيهم ويتهنوا بالعيد. كمان مثل ما نحن عم نساعد مثل كل سنة بناخذ مرضى بنعطيهم، حضرتكم نقيتوهم بفيوتشر تي في، غطيناهم على سنة كاملة كل أدويتهم اللي بحاجة هن على كل السنة ضمن رسالتنا الاجتماعية ببنتا. عنجد ميرسي كتير، بتشكركن وبينعاد عليكن وعلى عيالكن، وتكون السنة الجديدة خير علينا وعليكن. بشكرهم كتير ويخلي لهم اولادهم ويطول عمرهم بجاه هالعيد الفضيل. تسلم. الله يكتر من امثالكم ويعفي عنكم وعن اولادكم. واحدة وثلاثين كانون الأول 2013 آخر نهار بهالسنة، كيف رح بيمرق علينا؟ أكيد مع كارمن وتوقعاتها لها النهار من خلال الفراك والحظوظ والأبراج. يوم الثلاثاء 31 كانون الأول ديسمبر، اليوم القمر مرافقنا بآخر نهار بهالسنة برج القوس. كيف رح بيكون هالنهار على كل الأبراج؟ علما أنه الساعة 8 مساء بينتقل القمر من برج القوس لبرج الجدي. خلونا نبدأ مع أول برج، برج الحمل. بالنسبة لإلك اليوم مولود برج الحمل، هيدا نهار ممتاز وجيد لحتى تنهي فيه السنة. الظروف بتناسبك تماما، هنالك انفتاح، هنالك تقرب من الآخرين، وهنالك تفاهم أيضا. العلامة 9 على 10، ولكن بحذر من السرعة والمجازفة. مواليد 31 أدار مارس، 1 و2 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور.
مولود برج الثور صحيح هيدا نهار متعب ومتطلب، لكن بطمن لك بالك انه السهره رح بتكون رائعه ومن افضل الاوقات. اذا طول بالك، هنالك تحول في المعطيات المساء من بعد الساعه 8 المساء لصالحك، وبعتبر الاجواء حلوه للكل خاصه لمواليد نيسان ابريل. بنكمل مع برج الجوزاء. مولود برج الجوزاء صحيح هيدا نهار مزعج، رح بتكون متضايق، القمر مواجهك يعني في خصم، في منافس نوعا ما عم بيزعجك، لكن بقول لك انه رح بيكون في حل حليف، في ايجابيات، والغيمه رح تختفي ابتداء من الساعه 8 المساء بتوقيت بيروت، لذلك حضر حالك الليله السهره رح بتكون حلوه وجيده وبتناسبك. بعتبر الانشط يلي ما بيهدى هو 1 2 و3 حزيران يونيو. بنكمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان اليوم بدك تطول بالك قبل الظهر، الظهر، المساء، وايضا بخلال السهره. الاجواء متقلبه، بدها منك تكون بالك طويل، تعد للعشره وتتجنب الانفعالات. في احتمال انه حدا يزعجك او حدا يستفزك خاصه بالسهره، وبيبقى المولود الاوفر حظا 9 ل 12 تموز يوليو. بنكمل مع برج الاسد. مولود برج الاسد نهارك جيد وحلو، ونصيحه تخلص شغلك خلال ساعات النهار، اذا مدبر شيء، انت عم تشتغل على شيء، ساعات النهار رح بتكون كثير حلوه، اما المساء والسهره يبدو وكانه كل الشغل عليك، مع احتمال انه بعض مواليد برج الاسد او احدا منكم يشعر بالتعب او يمكن حتى يكون عنده وعكه صحيه، فانتبهوا وخذوا كل التدابير. بيبقى المولود الانشط 31 تموز يوليو 1 اب اغسطس. بنكمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء رح بتكون الاجواء رائعه جدا المساء بالسهره. من هلا للساعه 8 الجو عند مولود برج العذراء شوي متقلب، منك مرتاح 100%، بس من هلا بقول لك انه الاجواء رح بتكون ولعانه. اذا مولود برج العذراء اجواءك فيها تحسن، طول بالك وحاول انك ما تخلق مشكل من لا شيء. الاكثر حظا بعدهم مواليد اب اغسطس 3 و4 ايلول سبتمبر. بنكمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان نهاره نشيط جدا، ديناميكي جدا، لكن بيطلع باله انه يلغي يمكن سهرته او يفضل انه يكون موجود ببيته او باجواء معروفه مالوفه مع اصحابه واهله، مش باجواء غريبه. هيدا بالنسبه للمساء. بجميع الاحوال نهار جيد حلو وما بيشكي من شيء ابدا على الاطلاق، ولكن بحذر مواليد 1 و2 و3 اكتوبر تشرين الاول من السرعه ومن المجازفه، من الانفعالات، من المشاكل كليا. بنكمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب اليوم أجواءه حلوة جيدة إيجابية، فيها ربح، فيها تقدم، بتنبسط، بتتسلى، لكن انتبه معقول يكون في بعض المصاريف، احتمال انه السهرة تاخدك من مكان الى اخر، يعني تبعد، طالع بالك تبعد وطالع بالك انك تتواصل حتى مع جهات جديدة ووجوه جديدة. يعني اليوم كمان عند مولود برج العقرب نهاره وليلته ولعانة. وبيبقى المولود يلي اكتر شيء بحس حاله انه نشيط اكتر من غيره هو مولود اكتوبر تشرين الاول، وانتبهوا 11 12 13 تشرين الثاني نوفمبر ما تنزعوا سهرتكم. بننتقل لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس ما حدا قدك اليوم، قبل الظهر، بعد الظهر، الليلة، السهرة، حتى بكرة أيضا. مولود برج القوس من الأشخاص المتفائلين يلي رح يودعوا السنة بتفاؤل ويستقبلوا السنة الجديدة بتفاؤل أيضا. أجواء كتير حلوة، انتبه فقط من بعض المصاريف الإضافية يلي يمكن مش عاملها حساب. بيبقى المولود الأنشط والأوفر حظا 30 تشرين الثاني نوفمبر 1 ديسمبر كانون الأول. ننتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي اوعى تفكر تلغي سهرتك او مشاريعك لليله. من امبارح زهقان ضجران اخذ على خاطرك، واليوم كل نهار هيك حتى الساعه 8. على 8 المساء بتوقيت بيروت بتتغير الظروف كليا للافضل ولصالحك وبتغير رايك، واذا كنت لغيت رح تندم. اذا كل نهار ما في نتيجه، بتحس حالك انك زهقان ضجران، لكن التحول بانتظارك للافضل من بعد الساعه 8. معنوياتك بتقوى ورح تنبسط ورح تستقبل، تودع السنه بنجاح وتستقبل السنه الجديده بنجاح
مرتاح أكثر. الأوفر حظا مواليد كانون الأول ديسمبر. منكمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو نهارك كتير حلو، نهارك جيد، نهارك إيجابي، نهارك بفرحك، لكن بدك تنتبه احتمال أنه الليلة بالسهرة يكون في عندك خيبة أمل، يا أما يكون في غلط بالحجز، يكون في يمكن تغيير بالمكان، تغيير بالخطة بالمشروع. لازم يكون عندك بلان بي، لأنه ما بتعرف الليلة شو بيصير. احتمال أنك تودع العام يمكن مش بهالقد توقعات كبيرة، وتستقبل العام الجديد مش بهالقد حماسي، لكن ما تعتلهم، هيدي غيمة كتير بسيطة وسريعة وبتمرق. بيبقى المولود الأنشط اليوم 31 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت المزعوج صار له من امبارح، يلي حاسس انه ما حدا عم يشتغل الا هو، ما في غيره بالساحه، واللي مطلوب منه يكون ادائه حلو، بقول له انه فعلا جهودك رح تعطي نتيجه، الليله رح تتسلى، الليله رح تنبسط، رح تودع بحماسه وتفاؤل وسعاده، وتستقبل ايضا بسعاده اكبر. اذا الاجواء حلوه قبل الظهر بعد الظهر والمساء، فقط حاول انك تعطي افضل اداء ممكن خلال ساعات النهار. الأكثر حظا 6 ل 12 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم، هيدي سنة بدها منك دراية، تعمل حساباتك، تعزز كفاءاتك ومواهبك وشهاداتك. هيدي السنة بتطلب منك انك توثق بنفسك أكثر، ويكون عندك إيمان أقوى بنفسك. كانون الثاني يناير، أيار مايو، أيلول سبتمبر هني أفضل الأشهر. هيدي كانت الأبراج لآخر نهار بسنة 2013. بدي أتمنى للجميع عام سعيد، وإن شاء الله السنة بتكون حلوة عليكم، بتودعوا السنة إن شاء الله بصورة جيدة إيجابية وحلوة، وبتستقبلوا السنة الجديدة بصورة أفضل. إلى اللقاء، باي باي. شكرا لك كارمن. رح تنضم لنا كارمن كمان بعد شوي بعالم الصباح بالاستوديو لحتى تتلقى اتصالاتكم، واذا في اي اسئله خاصه هيك باخر نهار بهالسنه طبعا فيكم تكونوا معها بشكل مباشر على الهواء. رح ناخذ اول بريك لليوم، وما تنسوا عبر الفيسبوك تشاركونا بمعايداتكم لهالسنه.